من هالشيء. والوزير السابق نحوا بالقافية عن اليوم تحدثنا من خلال هذه الوقفة الخاصة التكريمية في الحقيقة على جهاز هام جدا في الثورة التحرير المباركة، إحدى مؤسساتها العتيدة، ويتعلق الأمر بوزارة التسليح والاتصالات العامة. هذه الوزارة التي جاءت للكثير من الأسباب، وارتأت قيادة الثورة آنذاك التأسيس لهذا العمل الجبار، ويعود الفضل لرجالات الجزائر. فالمسألة تتعلق برد فعل لجهاز استخبارات الاحتلال، وأيضا هذه المؤسسة الهامة جاءت أيضا للدعاية للثورة التحريرية، للتسويق لانتصارات الثورة التحريرية. أشكر جزيل الشكر سيادة الوزير سي العيد ربيقة على هذه الالتفاتة الكريمة والطيبة تجاه مجاهدات اللي قاموا بدور فعال داخل التراب الوطني في بداية الثورة، يعني في 56 كانوا جنادين وهم شابات طالبات. رشيدة ميري وانا مدعوة العارم، والسي بومدين الله يرحمه هو اللي سماني العارم. نهار اللي عطوني الرسالة تاع لا ميسيون بديت نبكي، خاطر حنا الجويه وهران مع العارم سي زعما، حتى قالوا لي نو باسكو بومدين كان يحبك، سي بور سولا عطالك هذه، جيتي كنت شاطره بزاف. للجيل الجديد نقول له كونوا صابرين، كونوا صابرين كيما صبرنا حنا مع العدو، كونوا صابرين والنصر راهو كاين، راهي بلادكم بلادكم بلادكم، والنصر إن شاء الله يكون عن قريب عند الناس الصادقين.